في عكار بدأت النسوة بتقطيع حبات بذار البطاطا، وهكذا بدأنا بنثرها في الأراضي الزراعية تحضيراً للموسم الجديد. زراعة البطاطا في عكار هي مصدر الرزق الأساسي لأهلها، الذين وبالرغم من كل الإهمال اللاحق بهم لم يتخلوا عن هذه المهنة التي يتقنونها. ما في عنا تصدير للمنتج اللي بيطلع، ما في عنا دعم من حدا، كل سنة عنا خسارة. نتمنى من المسؤولين انه بقى يفتحوا لنا خطوط يصدروا، اذا ما دعمونا بس يفتحوا لنا تصدير. نحن كل سنة مستورد من اوروبا بال 20 30 الف طن بذار، والاسمدة يمكن بال 50 60 الف طن اسمدة. نتمنينا يوم انه نصدر على اوروبا ولو 10% من الانتاج نحن بيطلع عنا. إيجاد أسواق جديدة للتصدير ليس الهم الوحيد لمزارعي عكار، إذ حتى في لبنان أصبحوا عاجزين عن تسويق بضاعتهم. كلفة بالجوار ولا الكلفة البضاعة اللي عم تجي على لبنان أرخص من كلفتنا الصارد، فما فينا عم نضاهين. بين إهمال المزارعين وتجاهل الصناعيين وشبه القضاء على القطاع السياحي، ماذا يبقى من الاقتصاد اللبناني؟